السلام عليكم حبيبات ديالي، اليوم غادي نديرو الخبيزه بالطريقه ديالي كيف ما كنصايبها. هذه هي الخبيزه ديالنا، وهذا مثل حاطه المرقده، وهذا الحامض المصير والقزبر والناس الحامض المصير، هذا الثومه، هذه الكوكه، هي الكمون، شويه الشتي مثل حاطه حيت انا ما عنديش بهريسه شي باش ما بقاتش كده. هذا الخضار، هذا الكمون، وهذا كتقول القزبر بياباس، وهذه الخميره، وبيان سور العود عصير الحامض، وشويه ديال الملحه تاهي. دونك انا بالنسبه للخبيزه عندي انا ما كنبخرها، ما كنسلقها، ما والو، كنطيبها ديك هكذا، ما كنطيبها. دونك هادشي كنبها كنتعامل بيها في العود، كنحط هاديك الثومة ديالتي، ومن بعد كنجيب الفرشة ولا البقولة، وكنبدا كنطيب شوية بشوية باش كتنزل، يعني بحالا كنطيب لي زيتونة. أنا كنلقاها كتجيني بنينة وكتجي رطابة، كتجيني أنني نبخرها كنمشي منها كل الشيء، دونك بحالا كاع أنا كتعجبني، وكنبقاها كنجيب شوية بشوية. كنحضر وكتنزل هذيك الخبيزه كلها هي، بلا ما نحاول، لان ما عنديش طنجره كبيره، دونك كنختار، لان انا عارفه ما غاديش عرفتوها كتنزل، وغادي نحاول نكمل كتنزل، وحتى غادي نزيد طول. والوقت اللي كتكون هي صافي دابا نزلتها كلها هي يا بشويه بشويه، غادي نشد الحامض المرقد ولا الحامض المصير، وغادي نقطعو طريفات صغيرة بزاف باش كنديرو الخبيزة. هنايا كنزيد الحامض المصير ولا الحامض المرقد ديالي بعد ما قطعته طريفات صغيورين، وغادي نزيد الفلفله مرقده حتى هي، يا غادي نقطعها حتى هي صغيوره باش كتوزع على الخبيزه كامله، باش حتى واحد ما تجيش الطرف ديال الفلفله حاره في الفمو. حتى هي غادي نقطعها صغيوره وغادي نرميها مع الخبيزه. ودابا غادي نزيد العطريه ديالي، واحد شويه ديال الكمون، مغاديش ندير بزاف، غادي ندير حتى الاخر، لان الكمون لاحظت انا بزاف كيطلق المروره. شويه ديال التحميره، كندير التحميره، كندير الخرقوم، وكنزيد واحد شويه القزبر اليابس حتى هويا. هنايا غادي نزيد واحد شويه الفلفله حاره، الا كانت عندكم الهريسه ديروا واحد المعلقه ديال الهريسه،
وغادي نزيد واحد شويه الملحه، ما تنساوش بان الفلفله راها مرقده وسميتو عليه، والحامض حتى هو مصير فيهم الملحه. ومن بعد غادي نعصروا الحامض الليمون، يعني ما كاينش لاش باش نديروا الملح بزاف، غادي نعينوا حتى الاخر وغادي نبقى نقليها بحال هكا. كنصحكم النصيحه الثانيه اللي هي يا ما كنغطيش انا على الخبيزه ولا البقوله حتى طيب، لانني انا كنعاملها بحال كنعمل لي زيبيناغ. دابا كنزيد الباقيه ديال الثومه، ما كنغطيهاش، لان الا تغطات غادي تجي داك حلا. دونك كنخليها، غادي نحط عليها غير واحد الشبكه، ونقدر نغطي نصها الا بغيت، وغادي نقص عليها العافيه، ومره مره غادي نحركها، هي بهذاك الماء اللي فيها غادي تطيب. الا بغينا شفناها نشفات وباقي ما طابتش، على حسب الطراوه ديال الخبيزه ديالكم، الا خاصها باقي مازال طياب غادي نزيد لها واحد شويه ديال الماء ونخليها. مي ما نغطيوهاش، كيفاش شفتوني غطيتها بشبكه وكتبقى خضراء، ما كتجيش كحله، كتجيش غامقه، ما كتجيش كحله، كتجي غزاله. دابا من بعد ما نشفات وانا الخبيزه ديالي راها طريه طريه طريه، ما نقولش لكم ما شهيتكم، وطابت وما بقاتش، نشفات توتالمون نشفات. فهاد الوقيته انا غادي نزيد العصير ديال الحامض اللي هو ديال الليمون، وغادي نزيد زيت العود، وغادي ندوقها باش الريحه ديالها كلها هذيك، ونزيدو عليها واحد زويتنات الا بغينا. وبالصحه والراحه تاكلوها ان شاء الله العشق، تاكلوها بالصحه والراحه الغزاله هذه الخبيزه، وطريقه سهله، يعني ما يبقاش الواحد يعجز بانه باغي يدير الخبيزه، يعني مادام جبناها وغسلناها وقطعناها يعني سهله، وكتبقى في الثلاجه تقريبا لمده اسبوع. وقت ما بغيت نزيد دابا كنزيد هذاك القزبر والمعدنوس اللي بقى عندي، والعصير ديال الحامض، وشهيه طيبه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.